البرجر على انواعه. رح حضرنا الصحن، اهم شيء انه ساره حضرت لنا الصحن. رح نشوف اخر 10 دقائق مع عالم الصباح شو رح بيصير. رجعنا هلا بروايح شهية وأشكال عن جد. شو هلا انتقلنا على البرجر بار لأنه بدنا نبلش نطبق. اوكي بس ارجع اذكر هون شو عملنا. عندنا كذا نوع. عندنا كذا نوع، عندنا اللحم الثاني اللي ما حطينا لهم شيء الا ملح وبهار وزمه، ما فيهم لا بيض ولا كعك. عندنا اللحمه يلي فيها حر هالابينو وماسترد وملح وبهار وورشستر صوص، هيدي الامريكان ما بيعرفوا يلفزوها ما هي صعبه. اوكي هيدي الحاره. وعندنا هون اللي فيها كعك وفيها بارميزان. اوكي جبنه البارميزان مبروشه. حطيت انا هون عم بشوي خضره ان باراليل مع اللحمه، سبانخ بلا ولا اي شيء، بس عصرت لهم عصره حامض. رح احط شويه ملح سوري شويه بهار. وعندي الاناناس كمان طيبه معهم كثير، اناناس المشوي مع اللحمه. بس عم بدي اذكر انه نحن ما حطينا زيت ابدا بالجريل، مش ضروري بعد بدها لانه اوريدي حافظنا على الجوسز اللي باللحمه، فمش بحاجه انه اللحمه بعد هون بد انا قلبتهم بعد بدهم. بدنا تسوي هي كمان بدها تحت بس نقلبها بدنا بالاخص انه هيدي اللي تاخذ شويه وقت لانه كبار هول شوي. اوكي خلينا نخليهم وعارفينا شو في بالبار بربط هاي لانه انواع الاجبان كثيره. اوكي رح نبلش بالسلاد يلي كمان ذكرنا فيها، هيدي الكول سلو يلي اذا بدكم غيرناها شوي شوي يعني قسمنا هاف مايونيز هاف ماسترد. عندنا الخبز كمان 3 انواع، هيدا الهول جرين وهيدا السمسم وهيدا العادي. عندنا الخضره النيه ايسبرغ خس ما بعرف اسمه بالتحديد شو. عندنا اناناس كمان اذا حدا بيحب يزيد مش مشوي. البصل الني، الفلافل، البندوره. اوكي نحن معودين اكثر البصل كمان نشوي. انا لانه ما شويت لانه حطيت هون خلطه الشامبينيون مع البصل سوتيت شوي بزبده وزيت، فكمان هلا اذا حدا بيحب كمان هيك البصل مثل ما هي كمان تكرم عينك. اي بليز مش انه لالي لا فوالا رح اشوي لك شوي حد ال اوكي كله ما بياخذ لانه كله عم يمشي باراليل فالحلو انه ما بياخذ وقت ما بياخذ وقت. عندنا كمان الفلفل الفلافل الحاره، عندنا كاتشب ماسترد مايونيز هول ما في غنى عنهم شو ما كنا عاملين صوصات. وعندنا هون الاجبان، عندنا تشيدر الامانتال البري، في ناس بتحب بتحط بري وفي عندنا هيدي صراحه هي المفضله عندي اسمها سموك تشيز كثير طيبه وبتعطي طعمه لانه كمان ما قويه مع انه اسمها سموك تشيز بس ما قويه. في مثل انا واولادي بنحط كذا نوع جبنه لهالقد بنروح فيها يعني صح. رح بلش شيل اللحمه يلي خلصت، هول اللحمه الساده يلي ما فيهم شيء. هيدي اللي فيها حار، هيدي اللي فيها حار، هي اللي فيها حار كمان بس بعدها، وهول بعتقد رح يخلص يعني بس بدي شوي اعملي لانه هون معلش فوالا. اوكي جريت مضبوط. هلا في ناس بتحب هون ماشي الحال هون ماشي الحال اذا نعم في ناس بتحب اللحمه مش كثير مستويه في ناس بتحبها كثير مستويه، هاي راح اتركها. عندي بعد شغله هن الفرايز بدي فضيهم. حطيتيهم بالفرن؟ حطيتهم بالفرن مع ملعتين زيت. ايه ليش لا؟ ما ضروري كل الوقت نضلنا عم ما هيك هو هو بعرف انه المقلي اطيب طيب بس انه فينا نلاقي اوبسيون كمان مش يعني طيب كمان بالاخص انه ملحناه هون وبهرناه هون. هلا انا محرحرتهم شوي هون بعتقد فينا نطفة و هيدي على الاخر هيدي بعد شوي بدها وشوفوا الكمية هول ثلاث بطاطا
كبار انه بيعملوا ل اكيد بزيادة يعني ما ضروري ما نحن بنصير بنشوف فريت فريت كل ما كانوا اكبر كل ما بتحسي واحد بيصير بياكل كل ما صح موجود صح كل ما واحد بياكل الحلو بالبرجر يلي بنعملها بالبيت انه اوكي ما عملنا الا الكولسلو وسلاد ما عملنا سلاد ثاني لان اوريدي عندنا كثير انواع خضره هي الخضره هيدي اللي طيبه صح وين بدنا نحطهم؟ رح نفضي هون شوي هيك لانه بدنا نبلش نعبي يمكن اذا بنعمل هيك لحتى تبلش تعلق هيدي شوي هون بعتقد خلص هون رح شيلهم رح احطهم هون طيب الخضره معهم هلا يلي بيزيد بيقدر بيزيد كثير اشياء بقلب في البصلة نتركها شوي رح ارجع اعصر لهم شوية حامض السبانخ طيب الحامض مع السبانخ هيك بنعطيهم كمان ننعشهم وقعد بصلة اوكي يمكن حتى الاناناس بعتقد صار فينا نشيله يوم البرجر ما بقى الكلاسيك اللي كل الناس تعرفه بتحط ايه طعمات في كثير طعمات نحن كمان هون مش واحد هو مش كل الجبنة اللي يستعملوا في البلو تشيز ايه 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 في الشاف حسب شو الخلطه شو من شو اللي بينزاد معهم انا رح اطفي على هول رح اطفي على هول اول مقلي خلص هلا هيدي تعركشت شوي معلش بس الطعمه بتضل مثل ما هي خلينا نحطها بجيب لك صحن بركي الثاني حتى نحطهم لحالهم صار ماشي الحال بدنا نحط هول وهول اوكي ثانك يو غادة يلا ثانك يو لكن خلي لي هذا الصحن هلا حتى عبي قولي لي هلا انت شو الطعمات اللي بتحبيهم رح اطفي كمان على هيدي لانه بعتقد اتس انف ايه خلص هلا رح نعمل اول برجر مثل ما انت ما بيهم هلا فيك تعملي اللي بدك اياه اول شيء بان سريال ولا عادي مع سمسم ولا بلا سمسم؟ بلا سمسم بلا سمسم سريال سريال يلا لكن هيدي لغادة انا ماني كثير سمسم ما بعرف ليش هيك ما بحب السمسم بالخبزه يا سيدا يا بان سريال في ناس ما بتحب السمسم غير انه بتهرهر الدنيا انا هون قلبت شوي الخبزه بحمصها شوي أكيد. بالمقلية اللي اشتغلنا فيها أكيد. تاخد النكهات اللي اشتغلنا فيها 100% اوكي شو بدك تحطي الصوص عليها اول شيء نقي اللحمه اللي بدك اياها لانه بدي احط لك جبنه بقلب بقلبها انا باخذ لحمه عادي 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 اوكي بدي ارجع احطها هون ونحط عليها جبنه نحط عليها الجبنه هلا وطي شوي هاي خلص كمان اي نوع جبنه بدك هلا يي بدنا نعزك علي صار بدنا نعزك اليوم لا لا تفضل كله بحقه بدك تقطعي لنا هيك ما نقطعها يلا بقطع لك اياها لحتى تذوب يلا حجيب صحن الجبنه كله جريت وجيبها كلها ما يطلبه اليوم الموجودون ما بدي احط ايدي عليها بدي طيبه بس تذوب تطلع اكله كثير اوكي لا مبينه انه انا مش فزعانه هيدي البري تبع غاده منيحه هالشغله ايه ايه بالزيادة رح اغطيها للحمه لتذوب اكثر لتذوب اسرع ايه اكيد مين وايل خلصوا البصلات لغاده كمان البصلات لغاده مين وايل بدك تعملي وحده على ذوقك يعني يلا. اول شيء قولي لي شو بدك صوص شو بدك تحطي صوص انا بدون مايونيز بدون مايونيز كاتشب وماسترد في ناس بيشيلوا خبز كمان انا بقول حرام جعانن ايه جعانن بتبطل واحد يشبع ما هي صغيره هيدي منا كثير كبيره هلا انه هيك نحن عم نقول ملتي سريال ملتي سريال بتنفع دونك بدون ما نفضي بتحب
خس ايسبرغ ولا خس عادي؟ ايسبرغ. ايسبرغ. كمان في شغله اذا بتشوفي كل واحد بيعمل الكومبوزيشن حسب شو هو، يعني ناس بتحط الخس هي قبل وهي تحت وهي اكيد 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 صح. البري ما بدها كثير وقت تخلص، خليها تذوب ما في عنا اي ما بدك باخذ اناناس اكيد. أوه. انا لانه مع الفواكه بالاكل كثير يعني حبت الاناناس تبع غادة بس ما تقولوا لها شو صار، ماشي كله اندر كنترول كله اندر كنترول. باخذ مشرومز باخذ سوري بس ما باخذ حار ابدا. لا حار لا. اوكي اوكي باخذ بيكل بندوره. بندوره اكيد. اوكي اتوصى فيكي يا باي خيي يلا. اوكي هيدي بندوره. البصل المشوي، البصلات لالي المشويين. شامبينيون و شامبينيون اكيد. بلشت شوي بتعرفي شو؟ تطلع رح شيل البندوره. ما تطلعي بدك بسها ندلق لها طريقه. رح شيل البندوره لانه رح احط اللحمه هون. برجع هوليك الاكسسوارات بس نكبسها كلها سوا. شفتي؟ جابت واو. يلا رح اطفي. شو غادة؟ غادة شو بدي اقول لك هلا؟ على جوع، على واو، على روايح طيبة. أوكي. على شوية شامبينيون. ايه خليها خليها هيك حلوة منظرها. ايه فوق. ايه اوكي يلا. جريت بنحط شامبينيون هون هون؟ ايه ما بدك، ما هي بدها ترجع كلها بس انا بدي اتركك انت تسكريها. يلا عظيم. هلا رح نحطها على جنب وتعملي وحدة على ذوقك. هاي تبع غادة بدك حدا فرنش فرايز كول سلو؟ كول سلو خلص. لا فرنش فرايز. فرنش فرايز هلا عم نسميه نحن فرنش فرايز بس ما تنسي انه هولي مش فرنش فرايز. ايه اوفن فرايز. اوفن فرايز ما بيأثر بس هيك شفتي. شفتي ليش خففنا مايونيز؟ كله مدروس. لحتى نروح على البطاطا اكثر. بنشيل من هون بنحط من هون. عطيني هيدي لغادة هون. يلا رح حطها هون. انا رح اعمل تبعيتي بسرعه. انا رح نقي اللحمه يلي فيها ال البارميزان. ومش اذا فيها بارميزان يعني ما رح احط فيها شيء. لا ما رح احط فيها شيء. ما خص هيدي هي. رح احط فيها هيدي الجبنه عن جد غاده اذا بدك ذوقيها بلا شوي بلا شيء. اوكي سوبرب هالجبنه عن جد كانه انا مكتشفه شيء عنها كثير طيبه. رح اتركها رح نقي انا مثلك بحب الخبز الملتي سريال خبز وبحب كل شيء فيها ما بقفل. لا لا كل شيء اه شي. ايه اوكي هلا انا قفيت شوي اشياء يعني حار وما حار ماني انا كثير صحبه. هلا هيدا منه كثير كثير حار يعني خلاص لا ما بيمشي الحال خلص. لا شباب بيعرفوا. ولا شوي ولا كثير ولا وراح خربت الاوردر تبعولك رح حط خلص وقتنا؟ رح تطلع ساره بلا برجر؟ لا شو هالحكي؟ معلش لا رح نكفيها. ايه رح نكفيها نحن وعم نودع المشاهدين اليوم. ميرسي لك ساره نحن عم نشوفك الاسبوع الجاي اذا الله راد. الله راد اكيد بافكار جديده دائما مشاهدينا. بقيه نهار كثير حلو بدي اتمنى لكم فيكم تاكلوا اليوم برجر بالويك اند كل شيء مسموح. وبنشوفكم بكره الساعه 10. Come see me, holy boy.